ديال المكتب الوطني للصيف كيقول لك انا ما كنعرفوش والسيد عنده 4 سنين وانا ما يمكنش واحد سيد مندوب ما كنعرفوش في الوقت اللي كتبان انت المندوب ديال المندوبيه ديال الصيف دير السنسي كيدور في الميناء ولكن هذا ما كايناش نهائيا ملي كتمشي لعندو كتقول له دير مناكب وكما كيقول سعد الطيف ها انت واخا تصرح المكتب المندوبيه ديال الصيد واخا تصرح له ولكن المكتب الوطني للصيد ما عندوش ملي كتمشي تهضر ما كيقول لك البيع والشراي ما كايناش واش حنا نمشي نجيبو لك البيع والشراي ونمشي نجيبو لك من زيمبابوي حنا واش حنا شغلنا وها انت ديكلاري لمنا ديكلاري راه المندوبيه ديال الصيد راه كديكلاري ديالها ولكن من ما تمشي دير الوقت معك مالحوت عرف راه ديك اللي كتعلم انت راه ما كايناش منه نهائيا وثانيا المندوب ديال المكتب الوطني للصيد هذا رجل مصالحش في هذا الميناء وانا كتحمل المسؤوليه ديالي وشكرا.